طبعا الطيران الحربي في الأجواء، الطيران الحربي في أجواء تلة الزهراء، يبدو أنه في وضع تنفيذ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الطيران الحربي الروسي ينفذ في القرب، في العلاقة من قرية الظافري، الله أعلم، ينفذ بالقرب من قرية الظافري، واحد 11 في 17. إذن هذه هي تلة الزهراء في ريف حماة الشرقي، حيث تمكن المجاهدون من تحريرها والسيطرة عليها بعد أن دحروا قوات النظام منها. وهذه هي الزهراء، قرية صغيرة جدا، لربما هي مزرعة. هذه هي الزهراء، إن شاء الله تعالى سنحاول اللقاء بقائد عسكري ليشرح لنا عن سير العمليات العسكرية في ريف حماة الشرقي. المجاهدون في داخل تلة الزهراء، قريبة جدا من تلة السريتيل. بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأننا بتاريخ 1/11/2017 ونحن على تلة السريتيل. هذه هي تلة السريتيل. هذه هي تلة السريتيل. هنا المجاهدون. هنا غنائم سيتم إن شاء الله تعالى سحبها، ويقوم بها سحبها المجاهدون من على تلة السريتيل. سنحاول الوصول إلى الغنائم. طبعا هي تلة ولكن مكشوفة على بعض التلال. هذه صناديق ذخيرة. أي غنائم يا شباب؟ غنائم. زين، هذه صناديق ذخيرة غنمها المجاهدون من على تلة السريتيل. ايه شباب، بسرعة 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 بسرعة، الله يخليكم. ايه منطقة مكشوفة. ايه ساعدوا ساعدوا، الله يخليك، ساعدوا ساعدوا. زين، هذه صناديق ذخيرة غنمها المجاهدون من على تلة السريتيل بريف حماة الشرقي. بقي عدة صناديق. في ألغام كمان؟ ألغام بحرية. هي ألغام بحرية؟ هي وين؟ شغالة؟ مش شغالة؟ بسرعة بسرعة عشان أريب بسرعة. توكلوا الله. إيه الحمي الله. شيل شيل شيل، قول الله. قول الله قول الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الغنائم. الحمد لله رب العالمين. هذا كأنه مفتوح صندوق، ما هيك أخي؟ يلا. بس مزخر كامل. إيه منيح منيح، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الله يحميكم يا شباب، الله يحميكم يا رب. إذن هذه هي تلة السريتيل. أنا أمشي لك، أنا أمشي لك، خلي خلي أمشي لك، اتركه. حاطيني أنا. أنا أمشي لك، أنا. السلام عليكم يا شباب. هاي السيارة غنيمة صافي، شو وضعها؟ والله يا أخي يعني عندما اقتحمنا على تلة الزهراء كانت موجودة في هذا المكان. نعم. يعني ممكن أهل القرية أو شيء. أيوه، ميل الجيش يعني، ميل. الله يحميكم يا شباب. إذن في هذا التوقيت غارة. غارة أعتقد على أبو دالي، الله أعلم. زين، نلاحظ هنا السيارات وآليات المجاهدين. طبعا هذه هي قرية صغيرة جدا في ريف حماة الشرقي. بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأننا بتاريخ 1/11/2017 ونحن في تلة الزهراء القريبة جدا من تلة السريتيل. يسرنا أن نلتقي بأبو خطاب قائد عسكري في تشكيلات جيش العزة. أهلا وسهلا فيك. حياك الله أخي. أخي أبو خطاب، بحسب ما علمنا معارك ضارية دارت في هذه المنطقة، واستطاع النظام التقدم إليها، وأنتم استطعتم كبح جماحي ورده عن هذه المنطقة. حبذا لو ضعتنا بتفاصيل أكثر.
أخي منذ عدة أيام استخدم النظام قواته واستحل قرية الظافرية وتلة زهراء، فقمنا نحن في جيش العزي استخدام أبطال من الأخوة المقاتلين وللمؤازرات واقتحمنا عليهم، وتم بفضل الله تعالى تحرير تلة الزهراء هي الموجودة هنا وقرية الظافرية وتكفيد النظام عدد من خصائف الأرواح والعتاد، واقتنمنا دبابة واقتنى فوق 20 عسكري. المعلومات التي لدينا يعني قتل النظام تجاوز 120 قتيلا خلال الأيام الثلاثة الماضية، هل لديكم إحصائيات أدق؟ نعم أخي، منذ بداية المعارك في أبو دالي ومشيرفي وغيرها تكبد النظام خسائر عديدة، أكثر من 120 عسكري من الفطايس عندهم. إذن فواتير كبيرة يدفعها النظام على أقساط غير مريحة، وذلك من دماء أبناء شبيحته وجلدته ومرتزقته من أجل السيطرة على هذه القرى، إلا أن المجاهدون له بالمرصاد ويكبدونه خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. كان معكم محمود الحموي من على جبهات القتال ريف وحماه.